سلم محافظ مطروح خالد شعيب الحقائب والأدوات المدرسية المهداة من مؤسسة حياة كريمة للطلاب الأولى بالرعاية ضمن مبادرة راجعين نتعلم. وقدم محافظ مطروح الشكر والتقدير لمؤسسة حياة كريمة لجهودها المجتمعية والتعاونية مع المحافظة، وقد تم تسليم 800 حقيبة مدرسية على مستوى مدن المحافظة، منهم 150 حقيبة يتم توزيعها بمدينة مطروح مع استكمال توصيلها إلى الطلاب المستهدفين بباقي المدن. تقديم حقائب مدرسية بمناسبة العام الدراسي الجديد ومبادرة راجعين نتعلم. النهاردة كان تم توزيع ما يقرب من 800 حقيبة مدرسية على مراحل التعليم مختلفة ابتدائي وإعدادي، بالإضافة إلى دفع مصاريف طلبة والطالبات الأكثر احتياجا من خلال مؤسسة حياة كريمة لعدد 900 طالب وطالبة في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي. احنا بنتقدم بكل الشكر والتقدير لمؤسسة حياة كريمة ولكل مبادرات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني بتعود من دفع على جموع الشعب المصري المبادرات المختلفة من حياة كريمة، من مبادرة 100 مليون صحة، بدأت زرعة 100 مليون شجرة، كلها مبادرات بتعود بالنفع العام على كل أبناء وجموع الشعب المصري.